رجعنا لكم من جديد 6:17 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، نسلم عليكم برشا برشا، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا لاباس وتتابعوا فينا وين ما كنتوا. رحنا برشا اللي هو جاي بحثينا اليوم، وممثل مسرحي عرفناه في برشا ادوار درامية كيف كيف في المسرح في السينما. نحكي لكم على الممثل إكرام عزوز، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك وميمة، وتحية ليك ولجميع مستمعي إذاعة يافام والمنشطين والعاملين في المؤسسة الجميلة والحلوة بناسها. ربي خليك سي إكرام، مرحبا بك يعني. انتي بحضينا اليوم نحكيه على شأن الثقافي، نحكيه على المسرحية الحدث اللي هي جديدة بالنسبة ليك، تجربة جديدة مع مهي شطور وحب ينطح، نحكيه مع الممثل زيدا محمد سعيد. دونك مسرحية جديدة، تجربة جديدة، تحكي على المواطنين بالخارج اللي هما اليوم يرجعوا في تونس، كيفاش يتعاملوا معهم التوينس وكيفاش يتعاملوا مع الوضع الجديد اللي في تونس. مسرحية ما زالت ما شافتش النور، ما سمعنا عليه، وقتاش تشوف النور؟ إن شاء الله مبدئيا خلال آخر شهر نوفمبر أوت، إذا كان قاعدة العروض ما تلغتش لأسباب نحكيه فيه. إن شاء الله باش يكون في مهرجان باجة الدولي نهار 18 أوت، نهار 18 أوت، ثم إن شاء الله مجموعة عروض في عدة معناها مدن تونسية. وبدينا نفكر أنه حتى ما نقعوش في فخ المهرجان القائم ثم يلغى، قد تكون العروض الباقية في شهر سبتمبر أو أكتوبر، وتكون عروض معناها في فضاءات مغلقة بمواصفات العروض الشتوية. حسب تقديرك أنت إكرام، اليوم نسمعوا فما مهرجان صفاقس، مهرجان الكيف، مهرجان سوسة، ومن سوسة بعد فجأة يتلغاو المهرجانات، شنية الأسباب حسب رأيك؟ هل هي مادية أو بالحق على الكورونا؟ لا، أنا نحب نقول حاجة، راهو بصراحة لابد أن الحكومات والسياسيين يقولوا كلمة حق مرة في حياتهم ويقولوا حشتهم بالمجال الثقافي والفني، ولا خاطر بصراحة ولات لعبة، ولا العناية بهذا المجال ولات موسمية، ولينا حكينا على الكورونا قلنا يا يسخفوا فنانين ما يخدموش وتو نعطيهم مكتب وترشنية، ثم تعود العروض إن شاء الله بمجرد انتهاء هذه الجائحة ما رجعتش. كل مرة يقعدوا يقولوا 15 جويلية إن شاء الله باش ترجع العروض وترجع المهرجانات وعادت كل الحياة، معناها القهاوي، الريستورانات، تشوف الشواطئ، تشوف الأماكن، الكل رجعت بكثافة بما فيهم الملاهي الليلية، بما فيهم معناها حاجة من وراء الأقل تونس اللي نشوفوا فيها التوى مكتظة أكثر من قبل، وبقى الفيروس الخطير جدا لا يمكن أن يصيب إلا شخص قاعد على كرسي في مدارج، بعيد عليه شخص مترو، بعيد عليه شخص آخر مترو، بتجي الكورونا تجري وتقول وقتاش العرض الفلاني خلي نمرض جماعة بالكورونا. فما تستصغروناش، راهو التوانسة عنا عقل، إذا كان ما ثماش فلوس قولوا ما ثماش فلوس، هذا هو السبب الرئيسي. تو تهيئة فضاءات، ثم بعض الجهات وبعض المسؤولين الجاويين يقولك الفضاء ما كانش حاضر، أنا فضاء ما ثميش مهرجان كارتاج والعروض في فضاء مسرح كارتاج تنفذ كاملة، معناه غير عادي، علاش نحينا مهرجان كارتاج؟ علاش قلنا سنة 100% انتاج تونسي وباش نعملوا تنعويشة اسمها اون ايدونتيتي تونيزيان نجي ونقتلوها من غير حتى معنى؟ إذا الأموال غير متوفرة يكون صريح أي مسؤول سياسي يقول راهو لأسباب مادية سنضحي بقطاع كامل وخلي يعتبرونهم ضحايا باش نهار آخر يتفقدون بمساعدات. أما هكا متاعها باش نرجع وما نرجعش، هاو جهات رجعت، هاو الخواص يرحم والديهم رجعوا في عدة فضاءات وأثبتوا أنه عودة العروض مسألة عادية وبنجاحات كبيرة، وقعد مهرجان بنزرة الدولي اللي صاير في مهرجان رادس، علاش جهة دون جهة؟ شوية منطق في للسياسيين وللحكومات في التعامل مع الشأن الثقافي، راه ولات ممجوجة وعيبة كبيرة اللي قاعد يصير. تقبلوها إكرام عزوز أنه اليوم يمكن وزارة الثقافة تخرج تقول اليوم احنا مش قادرين نعملوا مهرجانات، مش قادرين نخلصوا، والويه تقبلوا؟ والويه شنو الويه؟ معناه ما عندهمش، فهمنا أنه من بعد الثورة مش نحاسبوا. إيه علاش ما ثماش فلوس للثقافي؟ علاش نقول حلول للمجالات الكل؟
المجالات المنكوبة اللي حكينا عليها سواء الفلاحية ولا السياحة ولا الغيره، دخلنا في منظومة اسمها مساعدات، ودخلنا في منظومة كيفاش عودة الأنشطة يلزمها ضخ أموال من الدولة باش تقف على ساقيها. علاش الثقافي ديما نغزروا له وكأنه اللوكس؟ اكزاكتومون، يشوفوه لوكس. برشا ناس يشوفوا الثقافة، المسرح، السينما ماهيش حاجة أساسية في حياة المواطن. المواطن يهمه التعليم، الصحة، الكياس يكون باهي. هذا بالنسبة لي السكن، بالنسبة لي هذوما أولويات. يتكلموا باسم المواطن. راهو المواطن، انا مشيت في حمله بولادنا نحميو بلادنا مع خويا هشام رستم مع مدام فريعه كي كانت وزيره المراه، راهو في الجبولات يقول لك امانك اولادنا قتلهم الفراغ، راهو محتاجين الى تاطير. راهو اللي يعمل مسرح مره في حياته ما يخممش لا في المخدرات، لا ينجم يخمم في الانحراف لا في البركاج. راهو الثقافي باش يصنع لنا مجتمع نجم نبنيه معاه. اذا كان نحن باش نضحيه بعنصر هام في وعي المواطنين، كيفاش مع انا مواطنين باش تتعامل انت نهار اخر؟ معناها الثقافي يعطيك فرصه باش تكون شعب، باش تكون مواطنة. نحن من بعد الثورة نحكيه على مفهوم المواطنة ومفهوم المواطنة، ونعمل ساعات إشهار المواطنين ما يفهموا منه حتى شيء. المواطنة هو وصول العمل الثقافي والتربوي إلى جميع أنحاء الجمهورية، المناطق المحرومة، أن نفتحوا حوارات. كنا نتناقش وراء باش نوصل لك إكرام، يمكن الكلام اللي يتقال برشا من عند ناس، من عند مواطنين تونسة. قل لك انا كي باش تخيرني بين انك تبني لي سبيطار في جهتي وبين انك تعمل لي مهرجان، انا نختار سبيطار. اي لكن تكسروا انت سبيطار كي ما يبداش عندك البعد الثقافي. الثقافي راه مش العروض الفرجويه فقط، الثقافي حياه كامله. راه ولادنا محتاجين الى نوع من التاطير الثقافي والتربوي. يا اخي جيل كامل منع بطه حسين ومنع بالشرقاوي ومنع راهو محتاجين الى ضخ كل ما نستطيع من الفكري والتربوي والثقافي لولادنا نهار اخر، باش ما يجيش جرد واحد مسخ يفهموا الدين بالغلط ويهزوا الجبل. راهو تفريطنا في ابنائنا هو اللي صنع الارهاب، هو اللي صنع الانحراف، هو اللي صنع الزكاتاكا والمشاكل اللي قاعده تصير. واللي ولينا حتى دخلنا في منظومه نتاع الواحد ما عادش امن في حياته. البركاج راهو ساعات تحكي مع بركاجور الدوخ، سيد فخ مخه فارغ جملة، ويحكي لك على كيفاش انقطاع التعليم وما لقاه كان الشارع وما لقاه كان المنحرفين علموه. راهو شيء كبير. الثقافة هي اللي تأثر وهي اللي توعي الشاب وهي اللي تخليه يبعد على الانحراف يمكن ولا الإرهاب ولا الحاجات اللي يمكن سلبية. عام الأعوام مشينا ثم مسرحية اتعملت اسمها الفزعات في دوار هيشة في 2012، عملها الرائع محمد توفيق الخلفاوي صديقنا. فجيت لجنة متاع مشاهدة وما شجعتوش وأجلت له العمل وما قبلتوش. بعد عامين رجع يتمرن على العمل مع مجموعة أخرى. كي سألته علاش قال لي ما نجمتش نعاود نلم هالمجموعة لأنه ثم اللي مشى لسوريا وثم اللي توا في الحبس. راهو إذا كان ما تعرفش تشغل وقت أبنائك بحاجات ثقافية راك سيء، حليت لهم باب الانحراف وحليت لهم باب راهو المسؤولية مواطنية معناها للوالدين لكن لمؤسسات الدولة. أنا عملت حصة في التلفزة عام 2012 معناها في التلفزة الوطنية اسمها بوليتيكس، جبت السياسيين ومعهم ممثلين ومثقفين ويتحاوروا. فكل ما تقول سياسي على الثقافي يقولك حاجة هامة برشا وأهم شعارات انتخابية، لكن في التنفيذ تلقى حكاية أخرى. برشا سياسيين طمعوا الفنانين وحكيوا معاهم وبنيوا لهم في الجنة ذريع ومن بعد ما لقينا شيء. لأنه بصراحة عندنا سياسيين مازالوا راهو عايشين في المنظومة القديمة، يفرحوا كي يجيوهم الفنانين ويغنيوا لهم الطربي ويعملوا جو، فمازالوا يعتبروهم كما كانت قبل القصور والسلاطين. مازالت عندنا نظرة دونية في العلاقة مع الثقافي والفني، نعتبروه وسيلة من وسائل الترفيه، ما نعتبروش وسيلة من وسائل تطوير الموارد البشرية اللي عندنا في بلادنا. وكلنا نعرفوا معناها كان عندنا طبيب رائع جدا سليم عمار،
كان يقرا الشعر وكان من احلى ما تسمع في حياتك تسمع الطبيب الرائع سليم عمار. فراه الثقافي والفني يصنع شخصيات متميزه في المجتمع. كي يكون طبيب ولا يكون مهندس يكون تسمعوا تشيخ، لانه السيد يحمل مشروع اخر مجتمعي لبلاده، ما همش موظفين عاديين يستهلكوا في الحياه العامه بطريقه بسيطه، يكون منفتح. اكزاكتومون. اكيد. اليوم نحكيو على قطاع فني مدردر. اي الفنانين متغشين، الفنانين ما همش ما عندهمش قانون يحميهم، ما عندهمش ستاتو، مهرجانات قاعده تلغى، ما فماش عروض تتشكاو، فنانين ما همش قاعدين يخلصوا، من بعد نحكيو عليهم اكثر. شنو هو اللي يخلي اليوم القطاع هذا ينجم ينجو؟ شنو هو الحاجه اللي يمكن تخليه اليوم يطلع لبر الامان؟ على خاطر ماناش نشوفوا فيكم متلمين ويد واحده. يعطيك الصحه. وهي ثم مثل معنى حديث نبوي يقول كما تكونون يولى عليكم. إذا كان المثقف والفنان باش تكون تصرفاته وتحركاته الكل وليدة مصلحة شخصية. مثلا كي تظلم موسيقي نقول أنا مانيش موسيقي مش مشكل، أخطى راسي واضرب. فنفس الشيء قاعد يقع، معناها كما قال هشام، معناها سألوه قالوا له شبيك وحدك والأخرين مش موجودين، قال مانيش عارف علاش، بالكش لو كان يتكلموا يوليو ما عادش يناديو لهم لو كان. فراهو التضييق على الفنان والمثقف حتى يصنع منه شخصية جبانة وشخصية ما عندهاش آراء وما تصدحش بفكرها وبآرائها بطريقة واضحة. اليوم الفنان التونسي جبان؟ مش جبان، لا بالعكس، عندنا برشا ما شاء الله. انا تصريحات كيما سمعت لطفي بوشناق، كيما سمعت خونا صابر في بعض المواقف اللي كاريرهم وراهم، لكن الشباب يخاف اليوم ما يتكلمش. الشباب يلزم بصراحه ينتظم حتى يستطيع ان يدافع على نفسه. كيفاش ينتظم؟ مكره نعطيك مثال توا، الكاستينج انت ترى فيه عادي انه معناها مجموعه من الشباب تحلم باش تنتج شريط سينمائي ولا باش تنتج عمل تتعدى على الدرواج ما يوصل منها حتى شيء. معناها عندنا دي سيناريست مثلا السنه 30 مسلسل قدم الى التلفزه التونسيه و36 سيت كوم. معناها تصور انت عندك 66 شخص مازالت عندهم الرغبه في الكتابه، شكون يضمن لهم انه اعمالهم هذيك ما وصلتش سنه توصل عام الجاي انه يلقى فضاء اخر ينجم ينتج فيه العمل نتاعو؟ راهو الاحباطات باش تخلي العباد الكل تولي تخمم في شكل واحد، اما الشكل الشوارعي كيما لي رابور مساكن يصنعوا امورهم بيديهم وما ينتظرش حتى دعم من حتى حد ويبدا. ماهمش مساكن لي رابور اليوم، هما اللي متربعين على عرش الفيو، هما اللي عندهم اكثر شعبيه، هما الناس اللي تتفرج عليهم ومطلوبين. اي معناها صنعوا عالمهم بيديهم، قلعوا شوكم بيديهم. فعلا، لانه الراب تولد من رحم هذه المعاناة والنضالية هذه. فالمجالات الأخرى ما عندهاش نفس الشيء، معناها المسرحيين. مالكش أنتم بخلين سيكرا، أنتم اللي راضين بالوضع وما تحبوش تطوروا وتقدموا. هو يزم يتغير. أقول لك حاجة بصراحة، راهو من بعد الاستقلال تقريبا نفس المنظومة هي اللي تسير في النشاط الثقافي في بلادنا. العروض المدعومة، لجنة الدعم، صندوق الإبداع الأدبي والفني، وتتكون مجموعة وتنظر وتوزع عروض، وهو أعطاني ثلاثة عروض وهو أعطاني أربعة، يمشي لدار ثقافة يلقى مدير دار ثقافة مش موجود، يجيب عشرة من الناس. بيروقراطية راهو، ما هكذا تورد الإبل، عايشين في عالم آخر وفي دنيا أخرى. كيفاش نحن ما تتوجدش عادة ثقافية في ولايات معينة أنك أنت خارجة من دارك وباش تمشي تتفرج في عرض ثقافي تعرف روحك سير ثم في دار ثقافة عرض. راهو في السينما كيما تمشي للسينما ساعات ما تعرفش شنو هو الفيلم، وبالنسبة ليك تحب تمشي تشاهد فيلم يلزم تلقى السينما محلولة. أما هذه عرض مرة في الأربع شهور تحلو دار ثقافة وتمشي أنت باش تعرض ويوكلوك كسكسي وتعمل عرض وقدامك خمسة من الناس، راهو ما تتوجدش عادة ثقافية وما تنجمش تنفع العباد، ومال عام مهدور هذاك. ارجع لي إكرام، شنية اليوم الحاجة اللي تنجم تخلي القطاع الثقافة والفني ينهض؟ قرار سياسي يقول مرة في حياته هات نسمع
كيف يمكن إصلاح هذه المنظومة. أنا واحد من الناس أعتبر أن وجود 4-5 استوديوهات من نوع استوديوهات طارق بن عمار في تونس تحل إشكاليات تصوير كبيرة في بلادنا. اللي ما يعرفوش معناها التصوير التلفزي في بلادنا في شوارع المدينة وانت تسكت في العباد وكرهبة جايتك ومصاريف فارغة تتعمل من لا شيء. أنا كدولة نعمل 5 استوديوهات ونمكن الشباب اللي يحب يجرب لي أول مرة في حياته في عوض باش نعطيه أنا 50 مليون دعم مادي نعطيه 30 مليون ونقوله أعمل كور متراج متاعك واستوديوهات على ذمتك. راهو الدولة يمكن لها أن تستثمر في الثقافي وتربح. الثقافي رأي صورة البلاد، رأي السياحي ولا مربوط بصورة الثقافي والإعلامي والدرامي. رانا مازلنا منظومتنا مهترئة. قديش منها الدولة؟ علاش ما نقولوش القطاع الخاص هو اللي زاد يهز القفة شوية؟ حتى القطاع الخاص أتنفسر لك حاجة، ساعات يقولوا لماذا علاش مش الأخرين، علاش الدولة؟ لأنه الدولة نحن. راهو باقي ننساو ساعات أنه الدولة هي المال متاعنا نحن اللي يتقصلك أنت من شهريتك ويتقصلك من أداءاتك. فكي باش نحملوا الدولة مش تسخف ما حقناش حملناها. رأي الدولة معناها أموالي الخاصة، معناها يعني من حق المواطن، من حق المواطن على الدولة. أنه علاش توا نحكيو على برنامج السلم الشيشي وبرنامج راهو مطالبين أنكم تفهمونا فلوسنا هذيك اش باش تعملوا بها. راهو في الاخر ثروات البلاد والماليه العموميه نتاع الدوله راهي فلوس المواطنين ومن حقها انها ترجع لهم. من حق المواطن زاد يتفرج على عمل محترم، عمل أكيد. يعجبه هو مره في العام يتعدى مسلسل اكيد نحكيو على التلفزه الوطنيه هوني الفرقه 27. خلينا نقول لك الانتقادات، انت ذا اللي تابعت وشفت انتقادات كبيره، عمل اعتبروه ماهوش في المستوى، في مستوى الجيش الوطني، برشا اغلاط في المونتاج، السيناريو كان ضعيف، تمثيل اعتبروه برشا ما كانش زاد كيف كيف في المستوى. يعني باش نكون لطيفه معاك على قد ما نجم، يعني ما نحبش نقول لك الكلام اللي انا ريته. هل اليوم وانت حملك المسؤوليه كرام عزوز على خاطرك انت كنت في الانتاج مع يسري بعصيده، اليوم الفرقه 27 بعد هكا مرتحت وبعدت شويه ندمت عليه ولا ليه؟ أبدا. أنا نطلب منك حاجة واحدة، أدخل على اليوتيوب وشوف التوانس اللي يعجبهم. رأوا إشكالية كبيرة في التقييم في تونس. مانيش حابين نفهموا اللي كي تجد المارشال عمار تجد أوديب روا متاع علي بن عياد. رأوا الأذواق تختلف، وراهو اللي يعجبك أنت نجم يعجب كيما تو الأحزاب السياسية. علاش نحبوا نعملوا حكم واحد؟ راهو لو كان تقرا لي كومونتير الموجودين الدوغ تقول يحكيو على نفس المسلسل اللي انا ما عجبنيش، من حقك انك انت تشوفه ما يعجبكش. لكن من حق بعض المواطنين اللي انا كنت في جوله في انحاء الجمهوريه مرجوني بمتاع ليش يقولوا هكاك. الاغلبيه راهو الاغلبيه لا 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 شو الاغلبيه؟ احسن الزرقوني يعرف الاغلبيه. انت مع احسن الزرقوني؟ لا لا معناه ثم الاستماع الواحد الصبر الاراء وغيره. راهو ثم اصوات مسموعه، ثم عندنا اذاعات بارك الله عليهم اصوات مسموعه. يكفي انه عندك كاتر انيماتور يوصلوا راي محيط كامل معاهم ما عجبهمش العمل. لكن فيسبوك ما فيش ديزانيماتور. لكن هون نعطيك مثال، ثم مناطق ما بعد صفاقس الجنوب التونسي ثم قنوات ما يشوفوها الجملة. فراهو ما عادش نجم نقولوا أغلبية. راهو خطأ أحيانا أن نعملوا صبر أراء انطباعي، لأنه أنا يلزمني ندور لهم ونقابلهم الأغلبية باش نتأكد. علاش قلت لك أنا أرجع شوف لي كومنتير بتاع العباد. حاجة أخرى تخص 27 وربما ما حكي عليها حد لأنه هامة برشا، لأنه العمل الوحيد اللي عانى من تصوير أثناء الكورونا معناها 27 تمت التمنتيا متاعو يوميا، وهذا لا يمكن حتى في حصص تلفزية، فما بالك في عمل درامي. هذه مسؤولية التلفزة التونسية اللي تمسكت بأنه العمل يتمنتى ويخلط الرمضان رغم الظروف الصحية اللي صارت. كي نشوفوا عيد مفيدة ونشوفوا النوبة كيف خدموا في الكورونا، تصوروا مشاهد في الكورونا. صحيح. أنا بالنسبة لي متابع دقيق، معناها ولاد مفيدة. أنا كنصور ثلاثة أرباع
ويجيني ربع الاخراني في في, في الكورونا ما يقلقنيش. معناها وانا نصور في فضاء في أربعة خمسة من الناس ما يقلقش. راهو كي تلقى روحك تخدم في مجاميع، شيء كان باش يتصور في في غابة تحول إلى جنينة في وسط أوتيل لأنه ظرف الكورونا منعك. راهو لأول مرة عنا عمل تونسي عانى أنه ثلثين متاعه صورة في فترة الكورونا. معناها حتى حد ما ينجم. نعطيك مثال، لو كان التلفزة التونسية خذت قرار وقالت يبث في النصف الثاني من رمضان طالما أني توجد عندي قلب الذيب ومانيش باش نقعد بلاش عمل، راهو 15 يوم هذوكم تمنت فيهم مليح وراهو فاقوا بالاخطاء نتاع المونتاج وراهو تغيرت عده معطيات. خلينا نتابعك بشوي بشوي يا اكرام. يعني انت بالنسبه ليك اليوم حملت المسؤوليه الكامله للتلفزه الوطنيه اللي غصرتكم خلينا نقولوا بالوقت حقها. وخليتكم تخدموا حقها. في ظروف غير مريحه، يعني نجموا نفهموا، ما كناش نتصوروا انه الريزلتات تكون كيكه. خلينا نكملك، يعني اليوم نجموا نقولوا اللي انت بالنسبه ليك لو ما كانش فما كورونا وما كانتش فما مشاكل هذي اللي صارت كان الفرقة 27 يكون أحسن وما أكيد. يتعرضش للنقد هذا. مش لو والسيناريو أي ها باش نقول لك حاجة. السيناريو أجمع علي بنور هشام رستم والمختصين ولجنة القراءات اللي يشرف عليها الطاهر بن غذيفة أستاذ السيناريوات في الجامعة التونسية، فتحي خراط مدير عام السينما في وزارة الشؤون الثقافية، تعداو على يده 7000 سيناريو. وبالتالي اللي يقول سيناريو خايب شكون؟ نحب نعرف. معناها راهو مساله انطباعيه، اداء الممثلين ما كانش باهي، قد يكون بعض الاداء نتاع الممثلين ما اقنعش. راهو اي عمل فني فيه ناتو، راهو ما بين التصور نتاع السيناريو والاخراج. مشكله العمل الفني كي يخرج يخرج ككل يلزم مختصين يفككون هذه اللعبه واخذ بعين الاعتبار الظروف اللي صارت فيها. انت متعصب للفرقه 27؟ أي. ما تقبلش انه يقولوا انه هو ما كانش في المستوى. كي تعرف موصل من عائلات الشهداء بتاع الامن والجيش واللي هبطت مشاهد من المسلسل تقول الله يرحم والديكم، توا حسيت خويا بالحق معناها كرم والنجم نعتبره شهيد الوطن. هذوما حاجات ما تصلش. كلهم اللي في الفيسبوك يقولوا ما كانش في مستوى الجيش الوطني، كيشوفوا الاختيار في مصر، كيشوفوا الاختيار مليار. 17 مليار كنا نجم 850 مليون، 850 مليون اللي اعطات للحركه كنا نجم بامكانيات محدوده تعطي ب 850 مليون. ما نعملوش المسلسل حتى اللي ناخذوا الميزانيه اللي يستحقها المسلسل. نداء للتلفزه المره الجايه كي يبدا عندك مسلسل يحكي على الجيش الوطني توفر له امكانيات ما كانش ما تعملوش. جميل، هاو مسؤوليه اخرى تنضاف انت للتلفزة. فضلت انه ما يتعملش المسلسل لما يتعمل يمكن بامكانيات خير أكيد. واحسن اكيد لو كان توفر امكانيات ما خير. راهو لاول مره، راهو لاول مره الجيش الوطني في مسلسل. معناه أنا في بلاصة مدير عام التلفزة كي نوفر 10 مليارات نقول قصرت في حق الوطن وفي حق الجيش الوطني. أما أني نحط ميزانية سيت كوم بسيط في فضاء مسكر ومن بعد نقول شبيه طلع هكا، فما نعرفش كيفاش حسبها. معناها راهو زاد جزء من مسؤولية المشرفين على المرفق العام أن يحسنوا اختياراتهم حسب الظروف اللي فيها. معناها كي تحط 3 مليار لموضوع الحرقه وتحط 850 لموضوع الجيش، كان بالامكان انك تخليهم 4 مليار لموضوع الحرقه وتخلي الجيش على شيره، كي انت ما عينكش باش تكرم الجيش. في برنامج بابيون على نجمة اف ام قلت انه المسلسل الفرقه 27 خذ بعد وطني من خلال تدخل بعض المنظمات في ملف من منظمه انا يقظ ومرصد رقابه والهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، وباش يتم احاله الملف على قطب القضاء. يعني فما فساد في الفرقه 27؟ فما شك؟ فما شكوك حوله؟ لا لا لا، شو ثم حاجات اداريه غريبه صارت لا تستقيم. ثم المنظمات هذه كي طلعت عليها عندها رغبه في متابعه لماذا هذه القرارات. كي تلقى روحك انت عندك شهاده تقول لك انك سيبث مع 8 متاع الليل وتتفق مع مستشارين على التوقيت هذاك وتريق الامورك لانه جزء من تمويل مسلسل الاستشهار. من بعد
المحكمة تقول له ما يتعرضش قلب الذيب، يقعد برنامجك 8 متاع الليل والمستشارين في بالهم 8 متاع الليل، المحكمة مع الساعتين يوم رمضان تقول ممكن بث قلب الذيب يبدلوا لك الوقت اللي هو بوثيقة قانونية خاصة بالاستشهار، ما عندكش حق تبدل. فبرشا مستشهرين طاحوا في الماء لأنه التلفزة لم تلتزم بالتوقيت بتاع بث المسلسل. يعني لو كان التوقيت متاعو التوقيت الأولين اللي تفهمتوا عليه كون ينجم ينجح أكثر بالنسبة ليك، لكن ينجموا يخلصوا الممثلين من الاستشهار بركة على القليلة. التلفزة شدت الفلوس على القليلة من الفلوس هذيك كنا نجموا خلصوا الممثلين. باهي خلينا نمشيو للممثلين اللي ما خلصوش، وهشام رستم اللي ده اللي تبعته تبعته بالكدا، خرج اكثر من مره كان حاضر بحثية، قال لي هو بطل اضراب الجوع على خاطر اسباب صحيه، يقول انه اكرام عزوز ما يهزش عليه التليفون، يقول انه يسري بوعصيده ما يهزش عليه التليفون، رئيس مدير عام التلفزه الوطنيه ما يهزش عليه التليفون. لليوم ماهوش فاهم شيء، واليوم ماهوش خالص في فلوسه، وبقيه الممثلين كيف كيف ماهمش خالصين فلوس. محملك المسؤوليه ليك ولليسري بعصيدة وللتلفزة الوطنية اللي تعاملت مع مرايا اللي هي بالنسبة لي شركة إنتاج وهمية. شركة إنتاج وهمية ولا؟ لا 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 شنية، أنا قلت لك 2012 أنتجنا للتلفزة بوليتيك. من مين جاب لك؟ وبوثائق وبدنيا هبطة وخرجها. لا لا شو هشام خويا وصديقي، وهشام قامة كبيرة معناها، هشام حتى التوى معناها لي ميساج نتاعو كرام بحق العشرة اللي ما بينات. هز عليه التليفون؟ بيان سور. من العلاقة اللي ما تهزش؟ أنا أحترم هشام وما نجمش نقول ما نهز ولا ما نهزش، لانه انا متابع هشام حتى كي جابش يعمل اضراب الجوع. شو بالنسبه لي انا ما خلصتش، انا نورمال مو حقني وقفت مع هشام ورانا عملنا اضراب جوع مع بعضنا، انا ممثل قبل ما نكون شركه منتجه، فانه نخلصوا حاجه ضروريه. اللي حسيته انا انه العبيد اللي ما خلصتش الممثلين تعاملوا مع شركات خلصت على آخر مليم ومن بعد قدموهم. المشكلة وين؟ المشكلة في أنه ثم شكون 6 سنين معنا لطفي العبدلي خدم مع سي نجيب عياد الله يرحمه، كي جبدوا بيه في الخلاصات قعد لطفي العبدلي ما خلصش. دليلة تسال فلوس شورب وجيها، ثم حاجة كبيرة راهو، ثم عدد كبير من الناس من الممثلين، لأنه ثم منظومة غالطة اسمها يقع خلاص الممثلين في آخر عملية إنتاجية للمؤسسات جماعة الحجر الصحي إلى الآن ما خلصوش، لأنه ثم اتفاق أنه بعد 3 شهور يخلصوا. خصوصية 27 الوحيدة أنه ما خلصتش من التلفزة ولا راهي خلصت. سعينا توا عنا النهار الأربعاء إن شاء الله بتدخل من نقابة مهن الفنون الدرامية والنقابة الوطنية المستقلة اللي محترفين المهن الدرامية. عندك فيها ثقة؟ نهار الأربعاء عندك فيها ثقة؟ نقابة المهن الدرامية عندك فيها ثقة؟ عندي فيهم ثقة بيان سور. خاطر برشا فنانين يقول لك ما عملت حتى شيء. لا لا احنا اون ابوسي باش تعمل، لأنه المسألة هذه نحن من دون الشركات الأخرى الكل طالبنا أنه التلفزة خلص الممثلين وقلبنا في الباقي مش مشكل، لأنه نحن نوشيك سون بروفيزيون والدنيا والمشاكل هذه الكل سنتحملها بطريقتنا احنا، ما تحطوش الممثلين أوتاج بيننا وبينكم. فسعينا لدى النقابات هو لهذا الشيء، نحب الممثلين يخلصوا ومن بعد هالتحفظات والخرايف اللي عاملين عليهم الحجز نتاع الاموال اجا نتفاهموا فيهم ونسويوهم. لي ترونش اللي عطتهم التلفزه الوطنيه ليسري بعصيده وين مشاو؟ اذا كان المسلسل يتكلف 1,450,000,000 والتلفزه عطات 600، وين ينجموا يكونوا مشاو؟ في المصاريف يعني؟ اذا كان تصوير يوم، انت معناه اسال اي شخص قول له تصوير يوم تلفزي قداش يتكلف. نحن لولا البريد التونسي والبنك التونسي كنا نقفوا ما نجموش نصوروا، وبالتالي لي ترونش اللي عطاتهم التلفزه يحشموا انها تحكي على 600 مليون وتقول علاش ما كملتوش
كريان الماتريال والفضاءات والفريد بلاتو والكاترينج والدنيا هذاك الكل، علاش مش زاده معاهم الممثلين؟ ورانا كملنا شفنا الجيران اللي عنده فلوس ناقصا نعاونوه. كيفاش مسلسل الحرقة ب 300 ب 3 مليار وشوف ينجم يخلص امور وشوف ما يخلصش، والتلفزه تحكي على 600 مليون فيكم ما خلصتوش ممثلين؟ سي ديبيل. راهو ثم حاجات ساعات تتحشم، انه حد يحكي على 600 مليون في انتاج درامي كلفته الحقيقيه تنجم توصل 2 مليار كلك. كم نخلص العباد ومن بعد اسال علاش الممثلين ما خلصوش؟ اكرام زنقت الباشا خلص المنتج على اخر مليم وبقاو المخرج ما خلصش، طيب بن عامر ما خلصش، والممثلين ما خلصوش. شبيه التلفزه ما قالتش لها المنتج المنفذ نتاع زنقه الباشا شبيه الممثلين ما خلصوش. تجي للطرف اللي ما خلصتوش انت وتقول له علاش مش من التسبقات الاولانيين راك عطيتهم وارتحت؟ تعتبر روحك اليوم انت زاده ضحيه التلفزه الوطنيه كرام؟ لا انا 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 صنيعه التلفزه الوطنيه، هذه اداره راه. من علاش محملينك المسؤوليه اكرام ليك واليسري بعصيده؟ اي شو راهو انا نعذرهم لانه بصراحه كي ما تحسنش التعامل مع الجميع بشكل واضح وتتبع مسلسلك، كانوا مديرين عامين تلافز والواحد يحضروا معانا في البلاتوات. ايمان بحرون وجات معانا في يوميات علولو في 3 مرات اثناء التصوير. تحمل روحك المسؤوليه اكرام؟ تقول انا هوني غلطت، ما احسنتش التصرف؟ ربما ما احسنتش اختيار الشريك اللي نخدم معاه، لانه هالاداره هذه ما هيش شريك جيد باش تخدم معاه. راهو بالنسبه لي انا التلفزه اللي طلبت منك في ظرف عصيب انك تمنحها بمسلسل ومن بعد تقوم تحارب فيك بعد انه تتعدى الحلقه 15 حتى اخلاقيا عيب. يسري بعصيده وين؟ يسري بوعصيدة بعد اللي صار وبعد الشيكات الشخصية اللي متحملها عمل عملية وتعرض إلى ما يشبه الديبريسيون بنصيحة من الطبيب ما ينجمش يخرج على الإعلام. وسمعنا عدة مرات وين 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 المخرج يسري بوعصيدة السيناريست ارتاح شوية في هالفترة هذه يكتب لقناة أخرى في مسلسل، والقناة هذه فرحانة به برشا لأنه يسري اللي عمل فكري وكسلان وعمل القناص وعمل اللي هو أول مسلسل صور متحركة تعمل مع التلفزة الوطنية كان إخراج يسري بعصيد. تعاطف مع برشا يسري بعصيد، أتعاطف مع كل شخص فنان راهو من حقنا كفنانين أن نخطأ. راهو الخطأ في الميدان الفني، الخطأ التقني ما هو الجريمة. راهو قاعدين يتعاملوا معاه ساعات يعرضوني البعض كاينهم يحكيوا على 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 ابو عياض. راهو يسري بوعصيدة عمل منتج فني اول مره يخرج للتلفزه التونسيه، صحيح ما كانش من افضل يقعد سيناريست خير؟ لا كتب شورب وكتب كان من الافضل يقعد سيناريست ما يدخلش في معمعه الاخراج والانتاج. علي يا اخي سامي الفهري مش كان من الافضل انه يقعد المنشط الحلو؟ علاش بسام الحمراوي بعض اللوم اللي صار عليه؟ انا قلت لهم بالعكس انا عجبني برشا بسام ولما لا، وهو باش يعمل اخراج ثاني. راهو ما هيش جريمه التقييم الفني، راهو مساله تري ديليكات انه الرؤيه الاخراجيه حطتها التلفزه في بعض ملاحظاتها. راهو الرؤيه الاخراجيه ما هيش حاجه تتصلح. ما تجيش الأميمة تقول لها حصتك حلوة أما هاو باش نبدل لك، ليه حصتها اسمع حصتها ستون سينياتور سبيسيال متاع أميمة. تنجم أنت ما تعجبكش ما تعودش مع أميمة، أما أنك أنت تقول راهي كلها على الحيط، ما ثماش حاجة على الحيط. لو كان جات كلها على الحيط ما يقعدوش التوانسة 15 ليلة ثم التوانسة كملوهم ال 15 حلقة. اكرام خليك معايا، مازلنا مكملين معاك. الكلام ما يوفيش على الفرقه 27، ملا فرقه 27 من رمضان واحنا نحكيوا عليه. نخرجوا فاصل صغير وراجعين مع اكرام عزوز.
رجعنا لكم من جديد. قبل ما نكمل مع الفنان إكرام عزوز نحب نحكي لكم على فيستيفال سيني درايف في باركينغ سيدي بوسعيد اللي وين غادي تنجموا تتفرجوا في أحسن الأفلام في إكران جيان من كراهبكم. وبمناسبة الحدث الكبير هذا إي إف إم تحط على ذمتكم ولأول مرة فريكونس 90.2 باش تسمعوا إي إف إم سيني وهكاك تنجموا تتفرجوا في إكران جيان تسمعوا صوت بوضوح من كراهبكم. هذا يا جماعة أول إيفينمون درايفين في تونس من تنظيم إي إف إم وجوبانتيني. إحنا مازلنا مواصلين مع إكرام عزوز. نمشيو لكويز ستار تايم اللي باش نسألوك. عملنا دورة على الفيسبوك شفناك شنو تهبط وما تهبطش. ما شاء الله أنت أكتيف وقاعد تتفاعل معناها مع الأحداث اليومية. ذيك علاش نسألوك على الأكتواليتي اللي موجودة في تونس تتويت في كويز ستار تايم. كويز ستار تايم باش نرجع لك بتصوير كنت هبطها الحمى الهمامي ومعاه التوفيق بن بريك وقت اللي خرج من السجن وكتبت سلام يا صاحبي صورة جميلة. أول صورة لتوفيق بن بريك من أمام سجن المرنقية وهو حر وأول شخص استناه أمام السجن هو حمى الهمامي. كأنك هوني لمحت على نكران جميل لبعض الناس. لا أنا نحب نغزر للبوزيتيف. كيفاش؟ نقران حمى الهمامي المناضل اللي خرج نهار 12 من أقبية الداخلية وتوفيق بن بريك اللي دوخ بن علي في فترة من فترات من خلال كتاباته رجعت لي التصويرة محلاها حرية لتوفيق بن بريك بحضور قامة معناها نضالية كبيرة اسمها حمى الهمامي. ما لمحتش على غياب نبيل القروي؟ لا من بالنسبة لي ما نسيسش فحمى المناضل مش حمى حزب العمال. بالنسبة لي حمى المناضل الكبير وربي يشفي راضية المناضلة الرائعة جدا. راهو في بلادنا ثم بارش حاجات مجرد أنك تذكرها على لسانك تتبنن. كتبت تدوينة طويلة وعريضة حكيت فيها اللي صار مع لطفي العبدلي وكأنه تسيست الحكاية وحتى إلغاء المهرجانات ولت فيها وعليها. وحكيت على شكون اللي عنده الحق أنه يوقف العروض واللي القرار هذا يجي كان من عند الدولة من عند القضاء بلتو. أكيد. دونك هوني نفهموا لي أنت كأنك إكرام عزوز في صف لطفي العبدلي. أنا في صف حرية الفنان ساعة قبل كل شيء لكن ثم البعض سألوني معناه أنت مع الواحد. قلت لهم لو كان جيت أنا مقتنع بأسلوب لطفي في عرضه الفني راني أنا نعمله في عروضي. فأنك مشكلة قبول الاختلاف مشكلة كبيرة في بلادنا. فأحيانا نقبل الاختلاف كي روقنا ومن بعد مجرد أنه يولي خص جهة نحن ننتميو لها يولي يا مخيبو شبينا ما فقناش بيه. لطفي عنده 15 سنة يقدم في ميدان تونيزيا وجبد الطامة والعامة وسي سي 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 ستيل شيخين عليه ومحليه من كار جبد جهة معينة ولا لا وليت دخلنا في قزيق الأخلاق قوية والواحد وانت سيكرام تقبل توس فاهم ما تراش فيها اللي ترشنيه ما نقبلش ما نقبلش معناه ما نمشيش. لما يمشي يتفرج في العرض وقابل انت علاش تمنع فيه معناه الراجل قص تسكرة ثم معنى للمواطنة ثم عرض تم الإعلان عليه عملوا إجراءاتهم ماشي. أنا هزز داري حاجتي بالعرض ذاك بالشخص ذاك من يوقف عرض لفنان هذا الخطر الكبير. إن كنت لا أرضى أنه يقع معناها بطريقة ممجوجة يقع الاعتداء على الأخلاق هذه تخصني أنا ككرم عزوز فنقرر أني ما نمشيش للعرض. أما ما تدبرش على غيرك ما تصدرش حق غيرك في حضور عرض أنت ما يعجبكش. إكرام عزوز كي تتفرج في عرض لطفي العبدلي ولا المقطع اللي أثار جدل كبير نشوفوا ردود فعل مختلفة بين اللي مع لطفي وبين اللي ضد لطفي العبدلي. شوفوا مثلا سلمى بكار وسوسن معالج جاو ضد وقالوا معناها مش هذا المسرح اللي نورمالمون يتقدموا برشا زادة كانوا مع الفكرة هذه. ترى أنه يمكن لطفي تجاوز الحدود هذه ماهيش حرية التعبير ننساه وعبير موسي اللي هي سياسية تحب تنقدها نقدها فكريا إيديولوجيا ما نمسوش يمكن حاجات تمس الكرامة ولا الأخلاق. ترى هذا لطفي هكا ولا هذا راي من الآراء هذوما بيدهم لا هذوما بيدهم كانوا يقولون في حكاية أخرى. سلمى والواحد كلنا يعرف اللي صار في بداية الثورة على المرزوقي والطرطور والدنيا وجبدت برشا حاجات أكثر من هكا وكانوا يقولون يا وليدي شبيكم ما تفهموش راهو من حق الفنان في إطار حرية
الشكل هذاك. أما قنعوني يا أخي كيما الراب، أنا بواقف مرة عند حماس باش نشري ونسمع في كلام سفاها في الكاسات، قلت له عيب عيش ولدي هذا فظاعة. قال لي لا راهو الراب ما يجي كان كيك. قلت له أنا هذا ما نحبكش تعتدي به عليا وأنا في الشارع يا أخي. فهموني، قالوا لي لا راهو أندر جراوند وعلي مخك وش بيك متخلف. فاقتنعت، قلت بالك أنا متخلف، نولي نحط كهربتي بعيدة شوية باش ما نسمعش الكلام الخايب، ما نمشيلوش أما ما نمنعوش. خنبسط السؤال، لو كان نقد لطفي العبدلي سياسية أخرى غير عبير موسي ما تصيرش الحملة هذه؟ إيه زاد حاجة أخرى، جاوبني على هذه. مش مرأة إيه لا تو أنا ريت لو ما كانت عبير موسي بلاست اتحاد المرأة هي إيه علاش معناه المرأة؟ مش قلنا مستويات بين الرجل والمرأة؟ الأخلاقي راهو كي يتسب المرزوقي ويتقال له الشيء هذاك كيما يتقال أي سياسية معناه مرأة ولا رجل. مش قلنا مستويات؟ لو كانت مش عبير موسي تصير حملة هكا سياسية ما أخرى؟ ما نتصورش، لأنه يمينة ولا حد من النهضة. لا لا ثم 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 تعبير على 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 معناه اصطفاف حزبي كانوا بعض الناس حشمين منه. فكي تقول لهم تجمع، لا انا التجمع عمري ما دخلت للتجمع وترشني اليوم ولا شرف الفرصه هذه باش، لانه المراه جبدت هذاك علاش انا قلت، لانه فبصراحه اللي يحب يصطف حزبيا يعلن انخراطه في هك الحزب ذاك وإيمانه بمبادئه وربي عينه. أحلى ما في الديمقراطية الحكاية هذه، نجم تمشي لطفي العبدلي وتعمل بطاقة الخيرات في الحزب ذاك. راهو لطفي العبدلي تهنى مش بش يقف غادي، راهو نهار آخر نجم تلقى محسن مرزوق، نهار آخر نجم تلقى معنا أي سياسية أخرى. وبالتالي الاستفاف الحزبي الفنان اللي يجب أن لا يتحزب، لأنه مجرد أنه يتحزب يولي بوق دعاية رديء جدا. واضح يا كريم عزوز، ميرسي بوكو اللي نورتنا واللي قعدت معنا. أنا زاد أسعد ومحلاكم، وإن شاء الله ديما موافقة. وميمة اختارت المجال الفني والثقافي باش يكون هو اختصاصها في الإذاعة، يسعدنا جدا أنه الطفلة معناها بهالمستوى هذا تهتم بالمجال الثقافي. ربي يخليك سي كريم عزوز، ونتمنى لك برشا توفيق. ميرسي بوكو مرة أخرى، ميرسي توت ليكيب، ميرسي علي، ميرسي يحيى دليل في الإخراج، يب في الديجيتال. كنت معكم أميمة عياري، باي باي، تشاو تشاو.